هلا ده شفيعنا يوم العاجلة. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم أينما كنتم. كل عام والجميع بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. نسعد من خلال هذه الحلقة أن نتحدث عن عدد من القيم المربوطة بمولده صلى الله عليه وسلم في مولد الهدى على قناة الشروق الفضائية. في صبيحة يوم الاثنين الموافق 12 ربيع الأول من عام الفيل الموافق 20 من أبريل للعام 571 هجرية ولد أفضل وأشرف وأكرم وأنبل خير الله أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عدد من الفنانين حاولوا يعبروا من خلال هذه التجارب في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عن حبهم بالكلمات وبالألحان وبكلمات في التبتل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول عبر الحمامات البيض. أسعد بهم وبضيوفي داخل الاستوديو وبصحبتنا الشيخ أسامة سليمان منقبا ومتحدثا عن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعيد أن أكون معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل مولد الإنسان الكامل صلوات الله وتسليماته عليه هو مولد للقيم والأخلاق والمبادئ السامية في هذا المجتمع إن شاء الله عز وجل بإذن الله. أستاذنا مكذوب، أنسى كل عام وإنت بألف خير إن شاء الله. والله كل سنة وأنتم طيبين، وأنا بهني المسلمين بهذا المولد الشريف للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وسعيد أن أكون في هذه الحلقة يعني الجميلة التي حاولت أخونا بلال موسى وأخونا أسامة وأخونا وفرقة الصفا كمان وفرقة الصفا والأخوة العازفين يعني. نعم لك ألف التحية أستاذنا بلال موسى، مرحبا بك وكل سنة وإنت طيب، واليوم أنت مادح في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك ومرحبا بشيخنا أسامة، ومرحبا بك يا أسامة، ومرحبا بالتيم العامل، وأنا بحيي شباب فرقة الصفا وبحيي كل الشعب السوداني وبحيي كل المسلمين في جميع بقاع الأرض بمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام. بحييكم كلكم، ويقول إن شاء الله نحن بينا يعني جلستنا دي يعني نحن يعني نمر منها بحاجة تريحنا يعني روحانيا كده، نكون يعني نحن مرتاحين جميعا إن شاء الله نقدر نعبر عليه إن شاء الله. نرحب بمجموعة الصفا، هي واحدة من المجموعات اللي عندها دور كبير جدا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. نزار وفضل الله علي ومدثر تبيدي وعمران عبد السلام، مرحبا بكم وبالمجموعة العازفة معاكم. خلونا نبدأ أول مدح لنا، هي كانت تعاون مثمر ما بينكم ما بين الشاعر طائر الشرق الشفيف أستاذنا الحلنجي وقمر بني هاشم. قمر بني هاشم يا صباح الباسم، يا قمر بني هاشم يا صباح الباسم، يا الملك تقضبنا يا رسولنا الخاتم. سلك لذنوبنا بيك غفر لذنوبنا، السماح من طبعك أصلك أنت حبيبنا، يا قمر بني هاشم يا صباح للباسم، يا الملك تقربنا يا رسولنا الخاتم.
شموخ ياسين يتنصرت الدين لشموخ ياسين يتنصرت الدين والرسالة يمين كنت لها أمين نورت أنوارك سكة التأهيل يا قمر بن هاشم يا صباحنا الباسم يا الملك قلوبنا يا رسولنا الخاتم القصور جافيتها بحرير أبيتها القصور جافيتها بحرير أبيتها القيود فكيتها بالجهاد دكيتها فزت بها الجلة فرحتك دميتها يا قمر بن هاشم يا صباح للباسم يا قمر بن هاشم يا صباح للباسم يا الملك تقضبنا يا رسول الله يا الملك تقضبنا يا رسول الله يا الملك تقضبنا يا رسول الله يا قمر بن هاشم يا صباح للباسم يا قمر بن هاشم يا صباح للباسم يا الملك تقلوبنا يا رسول الخاتم. شكرا مجموعة الصفا على الأداء المميز في أول المدائح، حتكون موجودة معنا في مولد الهدى. نتواصل معكم وفضلت الشيخ أسامة، خلينا نتكلم عن تعظيم الرسول وضرورته عند المسلمين ووصول هذه الرسائل التعظيمية حتى لغير المسلمين. والله شاكر ومقدر لكم مرة ثانية، وتهنيتي تتواصل تترى لأمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا دائما وأبدا في مثل هذه المناسبات تحضرني العديد من الآيات القرآنية ولفيف من حديث سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحرصه صلوات الله وتسليماته عليه يتصوره الإنسان في هذه الحقائق وفي هذا الإخراج لنا نحن من دياجر الظلمات إلى نور الهدى. حرص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لتتهافتون على النار كتهافت الفراش، وإني آخذ بحيزكم ألا تقعوا في النار. يعني مسألة سبحان الله غاية الغاية الحرص منه صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك فيما قد أشار به عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا التي تعصف بالناس، فحقيقة كلها من الدلائل ومن الأدلة التي تسوق الناس إلى الالتفاف حول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المولد لا أقول والله أنه فقط هو الذي نقف عنده يعني نعبر عن صدق حبنا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حاشا، لكنه هو موجود فينا، موجود في حركاتنا، في سكناتنا، موجود في حتى في أفراحنا، في أطراحنا،
في كل ما في كل حياتنا نفس سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موجود، فإن لم نجده فلا تنصلح لنا الحياة بأي حال من الأحوال. فنحن بمولد الهدى والنور صلوات الله وتسليماته عليه نحن نعبر عن فرحنا لنجعل من الآخر أنه يعني يأخذ معنا هذه الشعلة المضيئة فيمضي بها إن شاء المولى عز وجل من المسلمين وحتى من غير المسلمين. صحيح. لو وجدوا فينا هذا التعظيم لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لالتفتوا إلى هذا المعظم كما كان في الإرهاصات. صحيح. الإرهاصات حقيقة التي يعني كانت قبل مولده. نعم، كأنما فيها التفات، يعني ربنا سبحانه وتعالى داري وجه أنظار الناس، يعني داري وجه أنظار الناس. هناك حدث عظيم جدا جدا سيحدث، إيوان كسرى وأن تخمد نار المجوس وغيرها من الإرهاصات، فيه التفات كبير جدا جدا وتوجيه لأبصار العالم كله أن هنالك حدث عظيم سيأتي وسيحدث هذا الحدث العظيم. فنحن كذلك باحتفالنا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم نشير إلى الآخر أن هنالك حدث عظيم لنبرز ما جاءنا به صلوات الله وتسليماته عليه، نبرزها للناس كلهم ونعبر عن فرحنا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، في كثير من القيم يعني بتجسد حب المؤمن والمسلم للنبي باعتباره هو قدوة للأمة الإسلامية، وفي كثير من الأشياء يجب أن المسلم يتبعه ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع المولد باعتبار أنه هي مناسبة دينية وذكرى طيبة للاحتفاء بمقدمه إلى هذه الدنيا. أستاذ بلال، يعني أنت في الموضوع ده كان عندك اتجاه واضح. أنا طبعا كلام الشيخ أسامة ده الكلام عن المولد ومولد المصطفى الكذاب ما بخش الجنة. نحن والبوش ليس من ده، كله حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام وتوصي لنا نحن إن شاء الله نعمل بها وكلنا نكون صادقين يعني. لكن شايف قدارة تقول لي قول حاجة. أيوة. لكن أنا هأخيرها شوية، هنشتغل حاجة للمولد تعبر عن مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نسعد كلنا به. نسمع المدح إن شاء الله. نعم. صلاة الله على المختار حبيب الله، الله صلاة الله على المختار حبيب الله، الله 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 صلاة الله ليلة لي سنين صرا لخالق
والكلام. الله الله صلاة الله على العلا وخفف علينا وأعدلا. الله الله صلاة الله على المختار حبيب الله. الله الله هلا ده شفيعنا يوم العاجلة. صلاة الله على المختار حبيب الله. عرش الكافرة صلاة الله يوم مولد الكون ورا اهتز عرش الكافرة. الله صلاة الله كاملة صادق أمين من أولا. الله صلاة الله على المختار حبيب الله. في الخلاء صلاة الله صلاة وتسليم متواصلة عدد النبات في الخلاء. صلاة الله تبلغ رسول النبي أكملا وتنجي بلال في الآخرة. صلاة الله على المختار حبيب الله. 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 الله الله. شكرا أستاذ بلال موسى ومجموعة الصفا والفرقة الموسيقية المصابحة عليه أفضل الصلوات والتسليم. هكمل أكيد معكم مولد الهدى على قناة الشروق الفضائية بعد أول فاصل، من بعده حنرجع نكمل. هلا ده شفيعنا يوم العاجلة. صلاة الله على المسلمين، صلوا الصلاة على الرسول حبيب الله. يا مسلمين مرحبا بكم من جديد مشاهدينا وبضيوفنا داخل الاستوديو. أستاذ وشيخ أسامة، كنا بنتكلم يمكن قبل الفاصلة في كل القيم اللي تكلم عنها أستاذ بلال في مدحه في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن إرهاصات يمكن ما قبل الولادة اللي كنا بنتكلم عنها وما قبل مولده، وفي كثير من الإرهاصات اللي ارتبطت بمولده عليه أفضل الصلاة والتسليم، خلينا نتكلم عنها. والله يعني جزاك الله خير أستاذ بلال موسى، وهذا التسطير الجميل وهذا القلق اللي يعني أخذ
كل يعني أخواننا الملحنين والشعراء وحتى الفنانين أخذوا جانب كبير جدا جدا. الآن نحو منحة مدح سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقيقة مولد سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن مولده يعني بدعا من الزمان، ولكن كان حادث من أعظم الحوادث ترقبه كل العوالم. كان حديث سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: كنت نبي وآدم منجدل في طينته، وكنت نبي وآدم بين الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه. نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبوة قديمة جدا جدا، والأحاديث التي يعني جاءت في هذا السياق أن نبينا عليه الصلاة والسلام حين أخطأ ووقع أبينا آدم فيما وقع فيه، فسأل الله سبحانه وتعالى، سأله بهذا المحبوب وسأله بمحمدنا صلى الله على محمدنا، فقال: وكيف عرفت محمد؟ قال: وجدت اسمه مقرونا باسمك يا رب العالمين في العرش، فعلمت أنك لن تقرن اسما باسمك يا الله إلا أنه عظيم. فمحمدنا صلى الله عليه وآله وسلم عظيم. كل الإرهاصات التي حدثت، كالمرأة التي كانت تتعرض لعبد الله والد سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما تزوج من السيدة آمنة بنت وهب، وسبحان الله شوف الحكمة الإلهية، يعني تقلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الأرحام الطاهرة والأصلاب المباركة، حتى أن الله عز وجل قال: هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال: والله ما التقى أبواي على سفاح. على الإطلاق، يعني بالرغم مما في الجاهلية من السفاح ومن كل هذه الأشياء، إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذه النطفة النورانية المباركة. فنجد أن امرأة كانت تتعرض لعبد الله والد سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا كانت تتعرض له، قالوا فلما يعني تزوج بالسيدة آمنة بنت وهب من بني زهرة ما تعرضت له، ما باتت تتعرض له، فسألها في يوم من الأيام: كنت تتعرضين والآن لا تتعرضين لي؟ قالت له: والله كنت أرى على جبينك نور، وإن هذا النور الآن انتقل إلى آمنة، هذا النور انتقل إلى آمنة، بدلا من أنه كان فيك انتقل إلى آمنة. فيها كذلك، هذه فيها دلالة على نورانية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نجد كذلك أن النجم الذي ظهر، هنالك نجم حتى عند اليهود، قالوا هذا النجم كما في التوراة لا يظهر إلا عند ولادة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسموه نجم أحمد، سموا نجم أحمد، حتى أنهم عرفوا مولده وعرفوا كذلك مهاجره صلى الله عليه وسلم. فنحن دا نقول إنه يا جماعة حدثت أشياء كبيرة وأشياء عظيمة جدا جدا، هي بتلفت انتباه الناس، وكان فيها حقيقة يعني مما يحرك وجدان الأمة كلها تجاه هذا 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 النبي المعظم صلوات الله وتسليماته عليه. وبرضو نحن بنحصل إنه في مولد سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه الليلة التي قال أهل السير حبس الله سبحانه وتعالى، حبس الله كل الأرحام، كده سمعونا الصلاة عليه، حبس الله كل الأرحام، ما في من الليلة تلد، الليلة الطب ما في مرة تلد، إنما هذه الولادة المباركة الميسرة التي يعني جعلها الله للسيدة آمنة. صحيح. والحمل أيضا لم يكن صعبا كسائر النساء. أنا كده خليني قبال ما أطلع من المحور ده، نسوق كده أهالة الأسماء، يعني شوف أهالة الأسماء تدل على عظم المسمى وعلى عظم هذا المولود: أحمد، محمد، الماحي، العاقب، الحاشر، دي الأسماء. لكن شوف هالة الأسماء، هو محمد صلوات الله وتسليماته عليه، أبوه عبد الله، أمه آمنة من الأمن والأمان، أبوه من العبودية لله عز وجل، المرأة التي وضع على يديها سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، الشفاع
هي من الشفاء، كأنما جاء يحمل للناس الشفاء للعالمين كل، شفاء شفاء لما في صدور الناس. هذه المرضعة التي أرضعته ثويبة من الثواب العظيم الجزيل من قبل الله عز وجل لهذه الأمة. حليمة السعدية، الله، من الحلم ومن السعد، يعني كأنما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يحمل الحلم والسعد لهذه الأمة جميعها. يعني حتى برة الخادمة التي كانت تخدمهم برة قالوا هي كأنما جاء يحمل البر والسعادة والرخاء والعلم لأمته صلوات الله وسلامه عليه. فحقيقة يعني مولد النور ومولد الهدى صلوات الله وسلامه عليه محط من أعظم محطات الكون، من أعظم محطات الكون. وإن يعني هذا الأمر حد يعني حدثت به كل العوالم واشتركت فيه كل العوالم. فنسأل الله إنه يعني بهذه الليلة الطيبة المباركة أن يكون لنا سهم في حضرة العارفين وفي حضرة المسطرين، أن يكون لنا سهم في فرح الأمة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام التسليم. وفي حضرة المادحين مع مجموعة الصفا نسمع واحد من الأعمال. We'll be right back.
شكرا مجموعة الصفا. نحن لسه حنكمل الحوار في مولد الهدى، وزي ما قلنا هي مساحة لأنه نحن نتنسم فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عبر كثير من القيم. أستاذنا مجذوب أنسى، يعني الشخص دائما بداية الأشياء عنده مختلفة، فما بالك لو كانت البدايات هي مربوطة بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خلق الله سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم. نحتفل بمولده وسيد الخلق، يعني هذا النبي العظيم يعني. نعم. فالمديح في السودان عموما جزء من تكوين السودان الثقافي يعني. صحيح. والمديح في حد ذاته مدرسة قائمة بذاتها. وأنا بنصح كل الناس الشباب والناس الفنانين يهتموا بهذا الجانب يعني. نعم. فأنا أساسا من أسرة هنا كان بيمدحوا يعني، لكن الوقت ذاك المديح بالطار طبعا. أسي دخلت الآلات الموسيقية، والله الآلات الموسيقية دي طبعا في رأي حولها، لكن هي قربت المسافات. صحيح. حقيقة يعني، لأنه مع تطور الزمن كل مرة صار حاجات كده عشان سمع الناس بيختلف يعني. فأنا الليلة والله سعيد من جبيل مستمتع بس أخونا مولانا أسامة وأخونا بلال موسى وهيك وبالعازفين بمجموعة الصفا. فأنا الليلة كنت أضيف بسمع أكثر من هذه حاجة يعني. فأنا يعني بقدم قصيدة للشاعر الراحل المقيم مبارك المبرري، وبرضو الراحل المقيم أحمد المبارك الموسيقار أحمد المبارك، في قصيدة اسمها مولد الهدى. والاسم الأول كان اسمه نور أحمد، لكن الليلة أخونا نزار قال لي يا أخي مولد الهدى أجمل يعني. فبحدية لكل المشاهدين وقناة الشروق، وشكرا لكم وحواصل أكون معكم الليلة ضيف يعني جميل يعني. إن شاء الله. طيب نسمع. هل نور عم البوادي بشروق كشف الظلام، عم البوادي بشروق كشف الظلام، أيوم مجيء القوس سعد وهلا، أيوم مجيء القوس سعد وهلا، مجيء والقوس سعد وهلا، يوم مجيء والقوس سعد وهلا، يوم مجيء والقوس سعد وهلا، يوم مجيء والقوس سعد وهلا، الهلال لا أغفل هلا، الهلال لا أغفل هلا، الهلال لا أغفل هلا، الهلال لا أغفل هلا، الهلال من فوق مهد يتيم حياه الغمام، أهل نور عم البوادي بشروق كشف الظلام، الأمين الحام لنا أمانة كريم الحام شروق كشف الظلام.
الرسول الهادي المعظم الرسول الهادي المعظم الرسول الهادي المعظم الرسول الهادي المعظم خالق الأكوان له أكرم فاق جميع الرسل الكرام هل ندور عم البوادي بشروا منتشف الظلام بيه بشر عيسى ابن مريم 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 والرسول الهادي المعظم الرسول الهادي المعظم خالق الأكوان هو أكرم فاق جميع الرسل الكرام هل نور عم البوادي تشروه انكشف الظلام الأمين الحافظ الأمانة العظيم الغالي المكانة الأمين الحافظ الأمانة العظيم العالي المكانة الأمين العالي المكانة العظيم صبر كم ضاقت مهانا في سبيل الحق والسلام على نور عم البوادي تشروق كشف الظلام صلى ربي وسلم عليه كل من عشاق حنوا ليه صلى ربي وسلم عليه وسلم عليه كل من عشاق حنوا ليه صلى ربي وسلم عليه كل من عشاق حنوا ليه صلى ربي وسلم عليه كل من عشاق حنوا ليه صلى ربي وسلم عليه كل من عشاق حنوا ليه الأمل معبود بين ايديه يشفع يوم الزحام أنا يشفع يوم الزحام أنا يشفع يوم الأمل معقود من يدير أنا يشفع يوم الزحام أنا يشفع يوم الزحام أنا يشفع يوم الزحام هل نور أم البوادي كشف هل نور البوادي تشروق كشف الظلام هل نور البوادي كشف الظلام هل نور البوادي تشروق كشف الظلام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكرا أستاذنا مكزوب أنسى على الأداء الجميل والمميز. نحن هنرجع ونكمل مولد الهدى على شاشة قناة الشروق الفضائية بعد استاهل ده شفيعنا يوم العاجلة صلاة الله على بكم من جديد مشاهدينا ولا زلنا في حضرة أشرف وأنبل وأطهر خير الله أجمعين. مرحبا بكم مرة ثانية وشيخ أسامة لو رجعنا ووقفنا في حاجة مهمة جدا. يعني دائما بنتكلم عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن خلينا نتكلم فيه عن المعاصرة نفسها في السيرة النبوية. لا شك إنه سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأشياء هي لم تقع إلى تاريخ اللحظة وبين حقائق عليه الصلاة والسلام وقعت فكانت كما قالها سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام.
الآن الدراسات المنهجية لسيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام أنا لا أقول أثبتت، لكن بالكاد يعني نحن نجد في كل يوم من الأيام أن هنالك دهشة من قبل حتى غير المسلمين ومن قبل المسلمين. صحيح. يعني يوم أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن إذا غضب أحدكم قال فليتوضأ، إذا غضب أحدكم فليتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، وخلق الشيطان قال من النار فأطفئ النار بالماء. نجد الآن الأبحاث لعله في العديد من الجامعات والعديد من المستشفيات العالمية التي تستقطب كبار الباحثين، الآن يعالج بعض المرضى اللي حقيقة مصابين ببعض الأمراض النفسية في حالة الانفعالات يعالجوا بهيئة الوضوء التي أشار بها سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغير من الأشياء العديد العديد. الآن لا يستطيع الإنسان أن يحصل كل هذه الأمور، فمعاصرة سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لكل ما في هذا المجتمع، يعني من أمور اجتماعية، من أمور اقتصادية، من أمور سياسية، من أمور أخلاقية، من أمور نفسية، يعني نجد أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام حتى في 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 دائرة الشؤون الاقتصادية وما يعني يئن منه العالم الإسلامي اليوم، قال يعني يخبرنا عن أبسط الأشياء وكانت في واقعهم يومها. قال فيقول الشاة بركة والشاتان بركتان والثلاث شياه غنى من الفقر. الآن إن شاء الله ربنا يديك ثلاثة غنميات سعانين ساي إن شاء الله بيتخلي الشغل في الغنى دي أستاذ مكزوب عنده نفس الفكرة. نعم. أنا هو إن شاء الله. فسبحان الله نحن نجد يعني أن سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني في كل ضروبها وفي كل مناحيها نجد أنها يعني هي فيها من المواكبة وفيها من المعاصرة لكل أوان ولكل زمان. فكذلك في جانب الأخلاق، يعني هذه الأخلاق التي باتت الآن كاسدة في كثير من الأسواق، نجده صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى مبدأ من مبادئ الحياة ومن مبادئ الإنسانية، يشير إلى الصدق في أكثر من حديث. صحيح. إلماح يلمح ويوضح ويبصر الناس إلى الصدق، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر، يعني الآن أنت إذا ذهبت أي من الدول سمي ما شئت شرقا أو غربا وعهدت عليك كذبة واحدة لا يتعامل معك. صحيح. أي من الناس على الإطلاق. صحيح. أضف إلى ذلك هذه السيرة جاءتنا لنسير عليها، فنحن أمة يعني خير أمة أخرجت للناس لأننا نقتفي أثر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو الذي قال عندما سئل وعندما أراد أن يبين حقيقة المؤمن، إحنا حقيقتنا قال المؤمن، المؤمن يسرق، المؤمن يزني، المؤمن يفعل كذا، كل هذه أشياء ممكن يفعلها نسبيا لأنه معه الشيطان. المؤمن يكذب؟ قال لا لا، المؤمن لا يكذب على الإطلاق. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهي سيرته التي تحوي لنا الأخلاق والقيم والمبادئ، تحمل لنا رسالة عظيمة جدا جدا، تحمل لنا في فحواها المضامين الحياتية التي نحيا بها نحن في واقعنا وفي مجتمعاتنا كلها. ونجد أن كثير من غير المسلمين قد أخذوا من هذه السيرة وأصلحوا بها أحوالهم، فنحن هي رسالة نحن نطلقها من هذه السهرة الطيبة المباركة، ونقول للناس والله إذا أردتم الخير كل الخير ما عليكم إلا أن تستمسكوا بسيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ستأمن لكم مجتمعاتكم بإذن الله عز وجل، وسترقى بكم مجتمعاتكم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا إلى الحضارة ودعا إلى المدنية ودعا إلى التطور ودعا إلى حسن الأخلاق ودعا إلى التكافل ودعا إلى كل مكارم الأخلاق، بل وقال هو صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، دعا لحسن الظن
أن نحسن الظن في بعضنا البعض صلوات الله وتسليمات عليه. دعانا أن نكون عندما دعا وعرف أهل الجنة قال هم الذين يألفون ويؤلفون الموطأة أكنافهم، ليس الفظ الغليظ، لأن هذه أوصاف أهل النار، ليس الفظ الغليظ العتل الجواز كما بيّن صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو الذي يألف ويؤلف، إنما هو لين الجانب لين العريكة كما وصفه سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هي سيرته العطرة التي تعني لنا الحياة، وتعني لنا مرافقته صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الدار بإذنه بإذنه سبحانه وتعالى، بإذن الله تعالى. واحدة من القيم اللي دعا عليها أستاذنا بلال موسى إنه زور الكذاب ده ما بخش الجنة، بخش النار زي ما علمونا زمان وإحنا صغار في المدرسة. وفيها كثير من القيم والدلالات اللي ارتبطت بالسيرة العطرة اللي تفضل فضيلة الشيخ أسامة ويتكلم عنها. الكذاب ما بخش الجنة، قلبي غش أنا ليس منا. الكذاب ما بخش الجنة، قلبي غش أنا ليس منا. الجنة بوشك والمظنة، بديلو الجفا بالمحنة، شان نكون واضحين يا هنا. الكذاب ما بخش الجنة، قلبي غش أنا ليس منا. الجنة بوشك والمظنة، بديلو الجفا بالمحنة. الكذاب ما بخش الجنة، شان نكون واضحين يا هلا.
لو جا الاجل ولقاك مسافر كيف العمل والناس شايلنا قول لي يا اخويا الحال كيفنا الكذب ما بخش الجنه والبي غش انا ليس منا الا وشك من مصنع فوز بينا الكذب ما بخش الجنة والبي غش ليس منا الجنة مش أقوى المظلة والدين وجفا بين محلة الكذب ما بخش الجنة والبي غش أنا ليس منا الجنة مش أقوى المظلة والدين وجفا بين محلة عشان نكون واضحين يا هنا الكذب ما بخش الجنة والبي غش أنا ليس منا شكوى المظلة بدل الجفا بالمحلة عشان نكون واضحين يا هلا الكذب ما بخش الجنة عشان نكون واضحين يا هلا الكذب ما بخش الجنة عشان نكون واضحين يا هلا الكذب ما بخش الجنة عشان نكون واضحين يا هلا الجنة بشكوى المظلة وبدل الجفا بالمحلة عشان نكون واضحين. شكرا أستاذ بلال موسى على كل الجهد المقدر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن بنحيي دائما أفكارك والسهل عندك الممتنع بشكل يدخل لشقاف القلب كما حب الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ أسامة لو رجعنا مرة تانية نحن بنشوف أنه التظاهرة الكبيرة في المولد بيدافع الناس كبار وصغار الشيب والشباب والأطفال لمناطق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. خلينا نتكلم عن محطة المحبة، كيف الشباب يصليها وشريحة الشباب دي واحدة من الشرائح المهمة جدا وهي الشريحة اللي بنعول عليها دايما في بناء الأمة الإسلامية. والله انت تكلمتي أو أشرتي لمسألة من الأهمية بمكان اللي هي مسألة المحبة. والمحبة يعني من البشر لا يستحقها بكامل معناها وما تحمل من مضامين من البشر لا يستحقها إلا سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرء مع من أحب يوم القيامة. قال الصحابة والله ما فرحنا شوفوا الكلام ده كيف، ما فرحنا بعد دخولنا الإسلام كفرحنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فكلنا يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. سهيل بن عمرو رضي الله عنه بعد أن أسلم كان في يعني رأى مشاهد ومرايا عندما أرسل لتوقيع معاهدة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا فلما قفل راجعا إلى المشركين يومها لم يكن على الإسلام، قالوا له ماذا رأيت يا سهيل؟ قال والله رأيت عجبا، أهذا محمد الذي كان معنا؟ هل ذات محمد اللي كان معنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله رأيت الأكاسرة ورأيت الأباطرة ورأيت الملوك، والله ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد لمحمدا، والله ما غسل وجهه ويديه إلا وتزاحم الناس على ماء غسل يديه ووجهه، قال تزاحموا عليه ليتبركوا به.
وما بصق بصاقا أو تنخم نخامة إلا وتدافعوا إليها، قال فتلقوها بأيديهم فمسحوا بها أيديهم ودلكوا بها أيديهم ومسحوا بها وجوههم. نحن بنقول إنه المحبة محبة اتباع، والمحبة الاتباع لا يكون اتباعا صادقا إلا بعد أن تمازجه هذه المحبة العاطفية لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن محتاجين الشباب الآن، يعني هذا الشباب الذي بدأ، وإن كانت أنواع الرياضات هي ليست مزمومة يعني كلها محمودة، لكن غير المسلمين يجد أن هنالك فراغ، فراغ وخواء روحي. صحيح. لذلك يشبع هذا الفراغ والخواء الروحي. أنا قبل كم يوم كدي شاهدت لي يعني ناس قاعدين على شاطئ نيل ولا بحر كدي ما بعرفه، والناس متربعين كدي، والواحدة قدامه تقول لهم جر نفس طويل جر نفس قصير، يا جماعة النفس ده النفس عند الله. فإذا بها رياضة اليوجا، اليوجا يعني هي رياضة من الرياضات، لكن سبحان الله يعني هذا التأمل نحن نحتاجه في هذه الملامح التي تركها لنا أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله أشهد الله رافع السماء بغير عمد، أننا لو اندفعنا أو لو بتنا يعني مشاعرنا وأحاسيسنا تجاه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لنحلت لنا كل العقد. ويكفي يعني ذلك المستشرق وأحسبه حين قال والله لو كان نبيكم الآن على قيد الحياة وهو لا يعلم أنه حي فينا، والله لحل كل إشكالات العالم وهو يحتسي كوبا من القهوة. جماعة حلول قضايا الشباب، حلول لو 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 عبرنا إنه قلنا هنالك مشكلات للشباب حلها عند سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، القضايا الاقتصادية الاجتماعية السياسية غيرها كلها عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويكفي سادة البادراب يعني كما يقولون وينسب إليهم هذه النسبة الطيبة، يعني زي ما بقول ود بدر رحمه الله قال ما عنده محبة ما عنده الحبة. صحيح. والعنده محبة ما خلى الحبة. يعني أنت مجرد حبنا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فبه حقيقة يعني فيه شفاء لقلوبنا وفيه شفاء لأبداننا وفيه أيضا يعني قربا منه يوم القيامة، لأن المحب لا يقل من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إنما يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، ويتتبع خطى الحبيب، يتتبع خطاه في الحياة في السنة، يتتبع خطاه في أداء العمرة في مناسك الحج، يتتبع خطاه من خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، كل مناحي الحياة أقلهن مهرا أكثرهن بركة. في نجد كل هذه الحياة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع لنا بصمته فيها. صحيح. فإذا ما تغلغل هذا الحب في نفوس شبابنا وفي نفوس أبنائنا وفي نفوس مجتمعاتنا كلها، أحسب أنها ستحقق الخيرية التي نشدها لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يوم أن قال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. فبه صلى الله عليه وآله وسلم يعني تتحقق لنا الخيرية في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. صحيح. كانت المحبة في دواخل شريحة كبيرة من الشباب، منهم مجموعة أو فرقة الصفا اللي دائما بنشوفه في كل المناسبات الدينية بتتبتل في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدح، ونحن أكثر أمة يمكن مدحت الرسول صلى الله عليه وسلم عبر العديد من المدائح. هنسمع واحدة من المدائح. Yeah.
شكرا مجموعة الصفا وتحية لأستاذنا الحلنجي والرائع عماد يوسف، وإن شاء الله دايما حياتنا تكون منورة بالقرآن وبذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا في المولد الشريف. شيخ أسامة، خلينا نتكلم عن حب السودانيين للاحتفاء بالمولد نفسه ومظاهر الاحتفاء والضوابط المفروض تكون موجودة في شكل الاحتفائية الكبيرة دي. والله أولا نسأل الله إنه ربنا يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وهو تعبير. لو كان سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قد عبر عن فرحه بمولده بالصيام، فنحن نعبر كذلك، نعبر بالصيام ونعبر بالقصائد ونعبر بالمدائح ونعبر بالتزاور ونعبر بهذه المظاهر، مظاهر الفرح التي تبهج كل الناظرين. وهذا أنا أقول هو جهد المقل. ونحن كسودانيين بفضل الله سبحانه وتعالى حب سيدنا رسول الله يجري في دمائنا، لا شك في ذلك والله. فيعني أكثر الأسماء هي في السودان هي اسم أحمد ومحمد وصفات سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. فنحن نقول والله هذه المظاهر يعني مظاهر فيها من يعني من التعظيم. وهو يعني الله عظمه والله شرفه، ولكن نحن دايرين والله زي ما قالوا نحن من البحر ده يكون لنا ناخذ لنا مغراف. يعني مغرافنا نحن بهذه التي تذكر الناس في سوح الموالد. يعني نجد هنا ختمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، نجد هنالك مدائح نبوية، ونجد في خيمة أخرى نجد محاضرة إسلامية، نجد في كذلك سرادق آخر نجد فيه تطبيب الناس بالمجاني وكل هذه الأشياء، ونجد حلوى، ونجد من يأتي بطعام كثير فرحا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يطعم الفقراء والمساكين وعابر السبيل يطعمهم فرحا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي هذه يعني احتفالات، والضوابط فيها والله بما يضبطه بنا سيد الخلق، أو يضبطه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بما ضبط به الناس. يعني أن تخرج المرأة تفلة ليس عليها شيء من العطر، وأن يخرج الناس كذلك إلى هذه السوحة المباركة ونيتهم هذه النية، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، نيتهم أن يصلوا ويكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويمدحوا الحبيب صلى الله عليه، ويتقربوا بهذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الضوابط أنا أحسبها يعني التي يجب أن نراعيها في هذه المناسبات العظيمة، وأن نستشعر كذلك أن الذي نحتفل به أن قدره عظيم، أن الله قد عظم قدره وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. نحن محتاجين داخل سوح الموالد أن نأخذ بأخلاق سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. فنسأل الله إنه أن يجعل هذه المناسبة وغيرها من المناسبات هي دالة على محبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أشار إلى كل ما ذكرناه قبل قليل قبل هذا المحور. وضحوا لنا، بينوا لنا، طب في صلاتنا صلوا كما رأيتموني أصلي، في زكاتنا أخرج الزكاة بمقادير معينة، في حجنا حتى في أداء الحج خذوا عني مناسككم، في أداء العمرة، في كلها قد بينها لنا الصادق الأمين صلوات الله وتسليماته عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. بتختلف مظاهر الاحتفال من ساحة لساحة في كل ولاية السودان، لكن بتبقى السمة المميزة ليها والرابط والقاسم المشترك حب الرسول صلى الله عليه وسلم. كل يعبر على طريقته الخاصة، الرجال والنساء وحتى الأطفال اللي احنا من خلال وجودهم معانا في سوح الاحتفال نفسهم بنقدر نغرس فيهم كثير من القيم في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا سعيد بك جدا شيخ أسامة سليمان، منقبا ومتحدثا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كتر خيرك. شكرا لك، وربنا يديكم الصحة والعافية، وإن شاء الله تكون هذه الجلسة المباركة مدونة لنا في ميزان حسناتنا، وبصمة نحن وضعناها
في ما قد جاء به المادحون وفيما قد جاء به كتاب السير في حق سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. تسليم. شكرا استاذنا مكزوب أنسة، كتر خيرك وكل سنه انت بألف خير مره ثانيه. كل سنه وانتم طيبين، وتعود علينا المولد القادم ونحن أكثر سخاء ورخاء إن شاء الله بإذن الله. شكرا فرقة ومجموعة الصفا، نزار محمداني وفضل الله علي ومدسر تبيدي وعمران عبد السلام، كتر خيركم أنت والفرقة الموجودة معكم. شكرا لكم، كل سنة وأنتم طيبين تامين ولامين إن شاء الله يا رب. أستاذ بلال موسى، محطة الختام حتكون معاك وإنت في الحج ده زي وقفت كده. يا سلام الحج، طبعا يمكن يكون أنا السنة قبل الفاتت مشيت و الحاجات اللي أنا مريت بها كلها فشدتني، وقفت في كل محطاتها فقدرت يعني ربنا وفقني أطلع في كل المناسك أنا أي حاجة مريت بها، فذكرت فيها حاجة على الأقل تكون يعني ذكرى وحاجة تكون يعني ممتدة الزول يعني ما ينسى الحدث الجميل اللي هو مثلا يعني فيها كل مناسك الحج. أي والله، وبعدين ما يفوتني يا جماعة، أنا يمكن أكون الشباب دين كون دائما بذكرني بالحاجات الجميله يعني. واخونا مكزوبون يمكن يكون انا في فرقه الصفا يعني دي ما المره الاولى. اي والله نحن قبل كده قعدنا، فطوالي ناس نزار بيذكروني بانه مثلا نحن نعمل كده ونسجل حلقه كده، ونحن اجتمعنا المره الثانيه قبل كده كان معنا اخونا حمد الريح ربنا يديه الصحه، والليله توجنا كمان باخونا شيخ اسامه وجلسه كانت طيبه، وانا بقول له يا اخي ان شاء الله يعني نحن قدموا مشاركتنا نحن الليله طبعا في المولد، ولكن ما بنقيف على هذا، بتلقينا هناك مع الدراويش وبنمشي وبنعبر طارب الدراويش لما يغرقوا في الذكر. يمكن شيخ اسامه ذاته الليله هسه بعد شويه ثانيه عنده محاضره هناك وعنده شغل رسمي هناك طبعا والله يا كله فماسكه، فيعني دي شيمتنا نحن كمسلمين يعني، والحاجه اللي جوانا نحن، فنحن لازم نعبر عنها. فانا ارجع اقول يعني اشتغل الحاجه اللي اتكلم عنها ان شاء الله اخونا اسامه ربنا يديه الصحه يعني الحج طبعا اللي هي المشاهدين نحن حنختم لك كل المشاهدين اتفضل، وبقول ان شاء الله اي زول ما مشى يمشي يشوف بعينه يعني ويلمس بعينه ويشوف. أيوة ان شاء الله ربنا يوفق ويغفر ذنوب يعني ان شاء الله. We'll be right back.
حلقنا لرسلنا بصفحة ايدينا سمح لكل الفان يا الحبيب هنينا خلاص مرادنا لقينا وفزنا بالبركة والسيدات والسادة مبروك عليكم هذا الحج والعمران يا ناس حجينا وفي الحرم صلينا وقفنا بعرفات آخر طواف ودعنا بعد ما استمتعنا بتسع أيام طيبات يا المنادي سمعنا في كل عام رجعنا نسبح الحجاج صلاة الله على المختار حبيب الله.